السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم أستاذ صادق. وصلنا معكم إلى بداية الفصل العاشر من منهج نظم تشغيل أكاديمي، والذي يتحدث عن الماس ستورج سيستمز. الماس ستورج سيستمز هي أنظمة الخزن كبيرة الحجم، والتي يقصد بها السكندري ميموري، الذاكرة الثانوية، والتي هي يعني عادة تكون الهارد ديسك والاس اس دي وبقية أنواع، أو الماجنتيك تيب، وهي بقية أنواع الذواكر التي تكون أبعد عن المعالج من الرام. سابقا في الفصلين السابقين، فصل الثامن والتاسع، كنا نتحدث عن المين ميموري مانجمنت، اللي هي إدارة الذاكرة الرئيسية من قبل نظام التشغيل. واليوم سننتقل إلى إدارة نوع آخر من أنواع الذاكرة، اللي هو الماس ستورج أو السكندري ميموري. هذا الفصل راح يكون يتألف أيضا من في البداية من نظرة عامة عن تركيب الـ يعني الستورج، الماس ستورج. طبعا الماس ستورج يعني ترجمتها الحرفية هي الذاكرة كبيرة الحجم، لأنه عادة تكون يعني مثل ما ذكرنا، الذواكر كلما ابتعدت عن المعالج كلما أصبحت حجمها أكبر وطبعا سرعتها تقل. بعد ذلك راح نتحدث عن الديسك ستراكشر، اللي هو يعني تركيب الديسك أو الأقراص، الديسك اتاتشمنت، اللي هي يعني الملحقات أو المرفقات مع الديسك، الديسك سكيدجولينج، جدولة الأقراص، إدارة الأقراص، السوايب سبيس مانجمنت، الريد ستراكشر، وأخيرا الستيبل ستورج امبلمنتيشن. الهدف من هذا الفصل هو وصف التركيب الفيزيائي للذاكرة الثانوية أو أجهزة الذاكرة الثانوية، وتأثير ذلك على المستخدمين والأجهزة، لشرح الخصائص ويعني مواصفات أو أداء أنواع الذاكرة الثانوية. To evaluate disk scheduling algorithms، يعني لتقييم خوارزميات جدولة الأقراص وكيفية تحريك رؤوس القراءة والكتابة إذا كان هناك طلب لأكثر من يعني بيانة في الوقت الواحد. وأخيراً to discuss the operating system services provided for mass storage، يعني لمناقشة الخدمات التي توفرها نظم التشغيل للذواكر الثانوية بما في ذلك الريد. بداية راح نتحدث عن الـ overview of the mass storage structure، اللي هو يعني نظرة عامة عن تركيب الأقراص اللي هي تشكل الذاكرة الثانوية. بداية أكو عندنا ما يسمى بالماجنتيك ديسكس، اللي هي الأقراص المغناطيسية، اللي هي موجودة في الهارد ديسك يعني في أغلب الأحيان. هذه توفر لنا عبارة ذاكرة ثانوية بلك، يعني كتل كبيرة جدا من الذاكرة الثانوية في أغلب الحواسيب الحديثة. طبعا الأقراص فيها يعني تدور بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 250 دورة في الثانية الواحدة. معدل النقل للبيانات هو معدل جريان البيانات بين هذه الأقراص والحاسوب. طبعا عندما يقول هذه الأقراص يقصد بها الهارد ديسك، والحاسوب هو يقصد به المذر بورد، يعني المعالج والكاش والرام ومرفقاتها اللي هي موجودة على المذر بورد أو اللوحة الأم أو اللوحة الرئيسية. البوزيشنينج تايم، اللي هو زمن التموضع أو زمن إيجاد المعلومة التي نبحث عنها في داخل القرص الصلب، اللي هو أيضا يسمى بالراندوم أكسس تايم، اللي هو زمن الوصول العشوائي، هو زمن دوران هذا القرص، أو يعني الأرم اللي هو الذراع، الدوران حول هذا القرص للوصول إلى الأسطوانة المطلوبة. طبعا بعد قليل راح نعرف ما هو ما المقصود بالديسك أرم والديسك سلندر، اللي هو يعني ذراع القرص والأسطوانة. فزمن إيجاد المعلومة المطلوبة أو زمن التموضع هو زمن تدوير ذراع القرص لكي حتى نوصله إلى الأسطوانة المطلوبة، والذي نسميه السيك تايم، اللي هو زمن البحث، أند إضافة يعني بلس يعني جمع مع زمن المطلوب للديزايرد سيكتور تو روتيت أندر ذا ديسك هيد، والزمن المطلوب للسكتر أو المقطع المطلوب لكي يدور أسفل رأس القرص أو رأس القراءة والكتابة، والذي يسمى بالروتيشن روتيشنال ليتنسي، اللي هو تأخير الدوران. فأصبح لدينا زمن الوصول إلى أي معلومة في داخل القرص يتكون من زمن تحريك رأس القراءة والكتابة زائدا زمن دوران القرص أسفل هذا الرأس. طبعا عادة ما تحصل لدينا مشكلة اللي هي الهيد كراش، اللي هو يعني تحطم رأس القراءة والكتابة، والذي ينتج من حصول تماس ما بين رأس القراءة والكتابة عندما يعني making contact، يعني عندما يلامس سطح القرص. That's bad، يعني هذا الشيء هو سيء جدا، لأنه هذا يسبب أن عادة الباد سيكتورز، ويسبب أن مشاكل في القراءة والكتابة، وعادة يعني هذه الأجزاء التي يحصل فيها ملامسة ما بين رأس القراءة والكتابة وسطح القرص راح تكون غير صالحة للاستخدام في المستقبل. Disks can be removable، طبعا الأقراص ممكن أن تكون هي قابلة للإزالة، يعني إذا كانت هي flash drives أو external hards أو أي نوع من أنواع الذاكرة التي تضاف إلى الحاسوب. الدرايف attached to the computer via input output bus، يعني هذه الأقراص التي تشكل الذاكرة الثانوية يتم إرفاقها بالكمبيوتر من خلال نواقل الـ input output، يعني نواقل أجهزة الإدخال والإخراج. أنواع النواقل طبعا تختلف، تتضمن الـ EIDE، الـ ATA، الـ SATA، USB، Fiber Channel،
SCSI SAS، الفاير واير، وغيرها من انواع النواقل الاخرى. طبعا يمكن التعرف على تفاصيل كل واحده من هذه الانواع بمجرد كتابه اسمها في داخل يعني مجرد كتابه الاي اي دي اي في الجوجل، ستحصل على يعني تفاصيل كثيره، وغالبا سيكون اول نتيجه هي من الويكيبيديا التي تعطي تعريف مبسط عن نوع هذا البص او الناقل. ايضا عندنا ما يسمى بالهوست كنترولر، اللي هو المتحكم بهذه الاقراص في داخل الحاسوب. طبعا هذا راح يكون موجود في داخل الحاسوب ويستخدم النواقل للتحدث مع الديسك كنترولر، اي ان هناك متحكم بالذاكره الثانويه موجود في داخل الحاسوب يتحدث من خلال البصز، من خلال النواقل، مع المتحكم الخاص بهذه الاقراص والتي هي تكون موجوده في داخل هذا القرص او الستورج اري او مصفوفه الذاكره. هنا هذا هو التركيب الرئيسي للماجنتيك تيب او الهارد ديسك. عاده يكون عندنا هذا الارم اسمبلي، اغلب الاحيان تكون عندنا ثلاث اقراص مرتبه بهذا الشكل. هذا نسميه السبندل، اللي هو يعني محور الدوران الذي تدور حوله هذه الاقراص المغناطيسيه. كل دوره من هذه الدورات نسميها تراك تي مثلا، والتراك يتكون من سيكتورز، كل مربع في داخل هذا التراك نسميه سيكتور، مقطع يعني. التراك هو مسار الدوران، السيكتور هو مقطع او جزء موجود في داخل مسار الدوران. هذه النقاط المشتركه عموديا نسميها السلندر، يعني هذه السلندر اللي هذا يعني تتشارك في هذا المسار. اذا دخلنا الى التراك الداخلي راح يكون عندنا سلندر اخر، واذا دخلنا الى التراك الداخلي هو كذا تكون عندنا سلندر داخلي او خارجي. فعندنا تراكس، سيكتورز، واكو عندنا سلندرز اللي هي اسطوانات، واخيرا اكو عندنا البلاتر. البلاتر اللي هو يعني سطح القرص، اللي البلاتر كانه هي صحن او قرص. هنا هذا عندنا الارم اللي هو ذراع القراءه والكتابه. الارم قد يكون يعني للاعلى وللاسفل اذا كانت الاقراص من النوع التي يكتب عليها من الجانبين، يعني تكتب البيانات في هذا الوجه وفي الوجه الاسفل ايضا. فتلاحظ بانه اكو عندنا راس قراءه وكتابه من هذا الاتجاه، واكو راس قراءه وكتابه من الاتجاه الاخر اللي هو بالاسفل. هذا هو طبعا. فلاحظ بانه زمن الوصول الى اي معلومه يتكون من زمن السيك تايم اللي هو تحرك هذا الراس يعني من الجوانب او الى يعني من الاوتسايد الى الانسايد، وكذلك حركه السكترات اللي هي هذه التي تدور او التراكس حتى تاتي المعلومه تصبح اسفل هذا القرص. فهذا هو يعني الزمن الوصول الى المعلومه المطلوبه. طبعا هذه عندنا السبندل مثل ما ذكرنا هو محور الدوران، هذا يدور باتجاه معين يعني اما يكون كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز يعني باتجاه عقرب الساعه او عكس اتجاه عقرب الساعه. الهارد ديسكس اللي هي الاقراص الصلبه، طبعا البلاتر او القرص او الصحن يتراوح حجمه ما بين 85 انش الى 14 انش. طبعا هذه التو كوتيشنز هي انش يعني لانه هاي وحدات القياس الامريكيه، لانه هذا الكتاب مكتوب يعني من قبل امريكان. وطبعا ممكن بسهوله في الجوجل تقوم بتحويل الانش الى يعني سنتيمتر او يعني مليمتر حسب الوحدات يعني معمول بها في بقيه دول العالم. عادة يتراوح حجمه يعني عادة ما بين 3.5 انش او 2.5 انش او 1.8 انش. رينج هذا طبعا يتراوح حجمه ما بين 30 جيجا بايت الى 3 تيرا بايت للقرص الواحد، وممكن ان تكون اكثر طبعا يعني لانه هذا الكتاب مكتوب سنة 2013، ممكن حاليا تكون هناك احجام اكبر بذلك بكثير. اداء هذه الاقراص، طبعا عندنا الترانسفير ريت ثيوريتيكالي يعني معدل نقل البيانات نظريا هو يفترض ان يكون 6 جيجا بت في الثانيه الواحده، ولكن هو الافكتيف ترانسفير ريت يعني معدل النقل الحقيقي يعني الريال الذي المتحقق واقعا هو 1 جيجا بت بالثانيه الواحده. يعني يمكن لهذه الاقراص ان تقوم بنقل البيانات بمعدل 1 جيجا بت بالثانيه الواحده. السيك تايم اللي هو زمن البحث يتراوح ما بين 3 ملي سكند الى 12 ملي سكند، وال 9 ملي سكند تعتبر هي الكمن يعني هي الاعتياديه في الاجهزه سطح المكتب. الافرج سيك تايم اللي هو معدل زمن البحث يقاس من خلال حساب الثلث يعني بيست اون ذا 1/3 اوف ذا تراكس. عاده يعني السيك تايم الطبيعي اللي هو النظري ممكن يتراوح ما بين 3 بالالف من الثانيه الى 12 بالالف من الثانيه، ولكن هو طبيعيا هو 9 بالالف من الثانيه. الا ان هناك فشيء يسمونه الافرج سيك تايم اللي هو معدل البحث المتوسط او المعدل. هذا يتم قياسه يعني باخذ ثلث التراكس. الليتنسي بيست اون سبندل سبيد، التاخير الناتج عن سرعه الدوران يعني المحور المركزي هو عباره عن 1 مقسوما على الريفوليوشن بير مينيت اللي هو عدد الدورات في الثانيه الواحده مقسوما على 60، واللي هي طبعا يتم تحويلها الى 60 تقسيم الريفوليوشن بير مينيت. الافرج ليتنسي يعني معدل التاخير هو نصف الليتنسي الذي ينتج من هذه المعادله.
طبعا هنا راح تعرف الريفوليوشن بير مينت، هو هذه هي اللي يمكن اخذها يعني من الويكيبيديا. فالسبندل عندنا اذا كان الريفوليوشن بير مينت الخاص به هو 4200 دوره في الثانيه في الدقيقه، راح ينتج لنا 7.14 ملي سكند تاخير. اما اذا كانت عدد الدورات 5400 دوره بالدقيقه، راح ينتج لنا تاخير بمقدار 5.56 بالالف من الثانيه. اذا كانت طبعا كل ما زادت سرعه الدوران كل ما قل عندنا التاخير، وصولا الى عندنا مثلا ممكن اكو سبندل يدور بسرعه 15000 دوره في الدقيقه الواحده، وبالتالي راح يكون عندنا التاخير هو فقط 2 ملي سكند. الهارد ديسك بيرفورمانس، اداء الاقراص الصلبه، طبعا مثل ما ذكرنا الاكسس ليتنسي يساوي الافريج اكسس تايم، اللي هو يعني زمن او التاخير الوصول الى المعلومه المطلوبه يساوي انه هو معدل زمن الوصول، واللي هو عباره عن الافريج سيك تايم زائد الافريج ليتنسي، اللي هو متوسط زمن البحث زائد متوسط التاخير. مثل ما ذكرنا متوسط زمن البحث ينتج من التاخير في حركه راس القراءه والكتابه، اما متوسط التاخير فينتج من حركه او دوران الاقراص تحت راس القراءه والكتابه. اسرع الاقراص هي يعني يكون التاخير المتوسط لها هو ما بين يعني 3 ملي سكند زائد 2 ملي سكند يساوي 5. وابطأ الاقراص هو راح يكون 9 زائد 5.656 اللي راح تكون 14.56% يعني جزء بالالف من الثانيه. الافرج انبوت اوتبوت تايم، هنا عندنا متوسط زمن الادخال والاخراج، اللي هو طبعا راح يكون زمن التاخير في داخل القرص زائد زمن نقل البيانات باستخدام واحده من النواقل، راح يكون هو الافرج اكسس تايم اللي حسبناه من هذه الطريقه زائد الاماونت تو ترانسفير مقسوما على الترانسفير ريت، اللي هو كمية البيانات المطلوب نقلها مقسومة على معدل زمن النقل زائد الكنترولر اوفرهيد، اللي هو يعني العبء الإضافي الناتج عن استخدام الكنترولر، والذي طبعا ينتج يعني من خلال عملية التأكد من الريدنج والرايتنج وصحة البيانات والتأكد من دقتها وغيرها من الأمور الأخرى. كمثال مثلا إذا كان عندنا مطلوب نقل 4 كيلو بايت بلوك، يعني بلوك من البيانات حجمه 4 كيلو بايت بقرص يدور بسرعة 7200 دورة في الدقيقة الواحدة، وعندنا الأفرج سيك تايم هذا هو عبارة عن 5 ملي سكند، وعندنا الترانسفير ريت هو 1 جيجا بت بالثانية الواحدة، وكذلك عندنا 0.1 ملي سكند الكنترولر أوفر هيد. فكم راح يكون عندنا يعني الأفرج انبوت اوتبوت تايم؟ هنا مثل ما عرفنا راح نقوم بجمع ال 5 ملي سكند اللي هي الافرج اكسس تايم او السيك تايم زائد 4.17 ملي سكند اللي هي ناتجه من يعني قيمه الافرج ليتنسي زائد 0.1 اللي هي الاوفر هيد الخاص بالكنترولر زائد الترانسفير تايم. الترانسفير تايم هذه اللي هي تنتج من خلال هذا المقدار، اللي هو طبعا احنا عندنا الترانسفير ريت ويجب تحويلها الى الترانسفير تايم من خلال هذا القانون. ايضا الترانسفير تايم يساوي لنا 4 كيلو بت بالثانيه مقسومة على واحد، طبعا 4 كيلو بايت، البي كابيتال هي بايت والبي سمول هي بت، فاحنا عندنا القانون يعني يخص البت بير سكند دائما، اي شيء بالكيلو بايت يجب ان نحوله الى الكيلو بت، فمن تكون عندنا 4 كيلو بايت مقسومة على 1 جيجا بت بالثانية، بعد ذلك نضربها ب 8 جيجا بت بالثانية على جيجا بايت، طبعا هذه الطريقة لتحويلها من جيجا بايت إلى جيجا بت، مضروبة في 1 جيجا بايت مضروبة في 1024 أس 2 كيلو بايت. ينطينا هذا المقدار اللي هو 0.031 ملي سكند، هذا راح يكون هو الترانسفير تايم، مجرد انه نقوم بجمعه مع بقيه القيم، هنا عندنا 5 زائد 4 او 17 زائد 0.1 اللي هي 9.27 زائد هذا المقدار يساوي لنا هذا المقدار النهائي اللي هو الافرج انبوت اوتبوت تايم. هذه طبعا يعني كحسابات بسيطه، مجرد انه تحفظ القوانين وتتذكر دائما التحويل ما بين البت والبايت، وممكن تكون مسائل في الامتحانات يعني. هذه الصورة المشهورة طبعا موجودة في الفيسبوك، يعني تم تناقلها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، The first commercial disk drive، أول قرص صلب تجاري تم إنشاؤه أو تصنيعه سنة 1956 من قبل شركة الـ IBM، رام DAC computer included in the IBM model 350 disk storage system. هذا كان هو عبارة عن يعني قرص صلب تم إنشاؤه يعني بناءه في سنة 1956، كان يتكون من 5 ميجا بايت، طبعا مو بايت وإنما 5 ميجا لسبعة بت كاركترز، طبعا الأحجام مالته أو أبعاده كانت هي 50×24 إنش بلاتر، والأكسس تايم كان أقل بقليل من الـ 1 سكند، يعني كانت زمن الوصول إلى المعلومة الواحدة يستغرق تقريبا ثانية واحدة
في حين اليوم هي أصبحت يعني تقاس بالأجزاء من بالألف من الثانية. السوليد ستيت ديسكس اللي هي الاس اس دي، هذه طبعا هي تعتبر بديلة الهارد ديسك الأحدث يعني الموجودة في الحواسيب الأحدث اليوم. أيضا هي ذاكرة غير متلاشية، نون فولاتايل غير متلاشية، أي أنه حتى إذا انطفأت الكهرباء لن تخسر البيانات المخزونة في داخلها. طبعا كل أنواع الذواكر اللي هي من النوع السكندري ستورج، الذواكر الثانوية، هي من نوع النون فولاتايل، أي أنها غير متلاشية، أي أنها لا تفقد البيانات إذا انقطع عنها التيار الكهربائي. في حين الذاكرة اللي كنا نتحدث عنها في الفصل الثامن والتاسع اللي هي الراندوم اكسس ميموري أو المين ميموري، الذاكرة الرئيسية، هي من نوع الفولاتايل اللي هي الذاكرة المتلاشية اللي بمجرد أنه يعني تنطفئ الحاسبة تفقد كل البيانات اللي في داخلها. ايضا هذه السوليد ستيت ديسكس اللي هي الاس اس دي هي عباره عن ذاكره غير متلاشيه تستخدم مثل الهارد ديسك. ماني تكنولوجيز فاريشنز، الكثير من الانواع لهذه الذاكره، قد تكون اكثر وثوقيه من الهارد ولكنها اكثر يعني اغلى يعني للميجا بايت الواحد. قد يكون عمرها اقصر يعني لانه يعني عاده يعني مثلا الهارد ممكن ان يطول من 5 الى 10 او ربما حتى 20 سنه، بالنسبه للاس اس دي راح يكون عمرها اقل من ذلك بكثير، يعني كمعدل ممكن تطول يعني اكثر او اقل. ليس كاباسيتي، حجمها عاده يكون اقل من حجم الهارد، بات ماتش فاستر، اسرع بكثير من الهارد. باسس كان بي تو سلو، هنا النواقل ممكن أن تكون بطيئه جدا، وبالتالي فان الاس اس دي تربط مباشره على البي سي اي اللي هو يعني البيريفيرال كونكتر انترفيس او الكنترولر انترفيس اللي هو يعني المتحكم بالنواقل الخارجيه. نو موفينج بارتس، ليس هناك اجزاء متحركه، يعني ليس هناك راس قراءه وكتابه يتحرك وليس هناك اقراص تتحرك، وانما هي يعني ذاكره الكترونيه تماما. سو نو سيك تايم اور روتيشنال ليتنسي، ليس هناك زمن بحث وليس هناك تاخير ناتج عن التدوير او الدوران. النوع الاخر من انواع السكندري ستورج او الماس ستورج اللي هي الذاكره الثانويه هو الماجنتيك تيب اللي هو الأقراص المغناطيسية، هذه كانت هي الذواكر الثانوية الأقدم والتي هي كانت يعني مبكرة في حياة الحواسيب، وتطورت من الأوبن سبولز اللي هي من أقراص يعني إلى كارتريجز، فشيء يشبه الكارتريج أو حافظة يعني الحبر في الطابعات. Relatively permanent and holds large quantities of data، يعني هي تقريبا دائمية وتحتفظ بحجم كبير من البيانات. زمن الوصول فيها بطيء جدا، يعني الراندوم اكسس عادة الوصول العشوائي هو ألف مرة أبطأ من الأقراص الهارد ديسك. عادة تستخدم للباك اب يعني للخزن الاحتياطي وللستورج اوف انفريكوينت يوزد داتا أو الخزن للبيانات التي لا تستخدم بكثرة، يعني عادة البيانات عندما تصبح قديمة ويقل استخدامها يتم خزنها في داخل الماجنتيك تيبس، خاصة يعني بالنسبة للشركات والمؤسسات وغيرها. الترانسفير ميديوم بتوين سيستمز او تستخدم ايضا لنقل كوسيله نقل ما بين الانظمه، يعني بعض الاحيان حتى بالنسبه لل يعني بالنسبه للامازون امازون ويب سيرفيسز وغيرها، عندما يكون لديك يعني مقدار كبير من البيانات اللي هي بالتيرابايت فلن تكون يعني لن تقوم بنقلها يعني تعملها ابلود يعني عبر الانترنت، لان هذا الشيء راح يكلف ريسورسز كبيره جدا. ممكن انه يرسلوا لك في الديسك من هذا النوع او من اي نوع اخر وتقوم بحفظ بياناتك عليه وترجع لهم اياه بالبريد، وبالتالي هي يعني هذا النوع من الماجنتيك تيبس ممكن ان تكون هي كوسيله نقل للبيانات بين الانظمه المختلفه. كابتن سبول اند ووند اور ريوند باست ريد رايت هيد، ايضا مثل ما ذكرنا كانت تاتي على شكل سبول اللي هو يعني كانه قرص مغناطيسي او تيب مثل ما هو اسمه يعني. Once data under head transfer rate comparable to disk، يعني اول ما تكون البيانات تحت راس القراءه والكتابه بعد ذلك راح يكون عندنا معدل النقل يعني مقارب الى معدل النقل في الهارد ديسك، ممكن ان تصل الى 140 ميجا بايت بالثانيه الواحده او اكثر. احجامها تتراوح ما بين ال 200 جيجا بايت الى ال 1.5 تيرا بايت تيبيكالي ستورج، ممكن تكون اكثر طبعا الان مثل ما ذكرنا لانه هذا الكتاب النسخه كانت سنه 2013 يعني قبل 5 سنوات. التقنيات المستخدمه الشائعه هي ال LTO الاصدار الثالث والرابع والخامس وال T 10000 او 10000. الديسك ستراكشر، هنا عندنا او هيكل او تركيب الاقراص مثل ما ذكرنا، يعني هو مثل ما شفنا بالرسم قبل قليل، وايضا عندنا الديسك درايفز ار ادريست از لارج وان دايمنشنال اريز، يعني الاقراص او محركات الاقراص تعنون عاده على انها مصفوفه احاديه البعد كبيره الحجم متكونه من لوجيكال بلوكس اللي هي يعني البلوكات منطقيه،
حيث أن اللوجيكال بلوك هو أصغر وحدة قابلة للنقل. طبعا بعد عندما استخدام القرص لأول مرة يتم عملية فورماتنج يعني من قبل نظام التشغيل، سواء من قبل الشركات المصنعة أو من قبل يعني بائعي الحاسبات الذين يقومون بتجميع الحاسبة، أول ما يستخدمون الديسك يجب أن يقوموا بعملية الفورماتنج اللي هي تكون من نوع اللو ليفل فورماتنج. هذه راح تكون تقوم يعني تهيئة القرص أو صياغته على شكل لوجيكال بلوكس اللي هي بلوكات منطقية في الفيزيكال ميديا طبعا يعني على القرص المغناطيسي. هذه اللوجيكال بلوكس اللي هي موجودة على مصفوفة أحادية البعد كبيرة يتم تحويلها إلى سيكتورز، طبعا المقاطع اللي تحدثنا عنها قبل قليل والتي تكون التراكس on the disk sequentially يعني بشكل متسلسل. السيكتور 0 عادة هو يكون أول سيكتور في أول تراك في الأوتر موست سيلندر في الأسطوانة الخارجية، يعني الأسطوانة الخارجية في أول تراك في داخلها أول سيكتور في داخل أول تراك راح يكون اسمه السيكتور 0 والذي يبدأ من عنده يعني كتابة البيانات. Mapping proceeds in order through that track، يعني طبعا عملية تحويل البيانات أو نقلها تستمر ابتداء من هذا التراك يعني من هذا السيكتور من هذا التراك، وبعد ذلك تنتقل إلى بقية التراكات في داخل السيلندر الواحد، ثم تنتقل إلى بقية السلندرات from outermost to innermost يعني من الخارج إلى الداخل. Logical to physical address should be easy، تحويل البيانات من المنطقية إلى فيزيائية مثل ما ذكرنا إذا تذكرون سابقا ذكرنا بأنه البيانات المنطقية أو العنونة المنطقية هي ما يراها المعالج والعنونة الفيزيائية هي ما تراه وحدة الذاكرة، فالتحويل ما بين عناوين المعالج وعناوين الذاكرة يجب أن يكون سهلا except for bad sectors يعني ما عدا إذا كان لدينا مقاطع سيئة مثل ذكرناها قبل قليل، قلنا إذا كان هناك يعني تلاحم أو تماس ما بين رأس القراءة والكتابة وسطح القرص راح ينتج عندنا في الباد سيكتر، هذا الباد سيكتر راح يسبب لنا مشاكل في العنونة ويسبب لنا مشاكل في الخزن في المستقبل. Non constant number of sectors per track via constant angular velocity، طبعا عادة عدد السيكتورز الموجودة في التراك الواحد هو رقم غير ثابت ويعتمد على الكونستانت انجولار فيلوسيتي، يعتمد على السرعة الزاوية الثابتة. طبعا السرعة الزاوية اللي يقصد بها سرعة دوران الأقراص من قبل هذا السبلندر اللي هو محور الدوران المركزي. بعد ذلك إن شاء الله راح نتحدث عن الديسك اتاتشمنت واللي هي الهوست اتاتشد ستورج اكسس ثرو انبوت اوتبوت وغيرها من هذه الأمور. هذه إن شاء الله راح تكون جزء من المحاضرة القادمة، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.